ولعبت وما لعبتش بصلاح. انت غياب صلاح وغياب لعيب بيراميدز وغياب لعيب المنتخب الاولمبي، طيب هات بقى القوام اللي باقي من المنتخب الاول حط عليه لعيب الاولمبي، هيبقى عندنا قوام منتخب في النهايه، حط عليه محمد صلاح، حط عليه لعيبه بيراميدز، هيبقى عندك منتخب قوي جدا. وهيتغير الكلام عن كابتن حسام البدري من اداء لاداء، لكن رب ضرره نافعه في ان الكابتن حسام يحس وياخد قرار باستبعاد لعيبه اتكتبوا موظفين في منتخب مصر. لازم ياخد قرار جريء باستبعادهم، وبالتالي هو ده القرار. هياخد القرار ده خلاص، خدوه كمان. انا بقول لك 50% من قوام المنتخب في المعسكر ده مش هتشوفهم تاني في المعسكر الجاي. انا 50% 50% من اللي كانوا موجودين في المعسكر ده، من اللي كانوا موجودين في المعسكر ده مش هتلاقيهم بعد كده في المعسكرات الجايه خالص المنتخب المصري. وهتلاقي مساحه كبيره جدا من الشباب بتوع المنتخب الاولمبي. في الاول بنتكلم قبل البطوله على اربع خمس اسماء، لا ده انت بتوصلوا لسبعه والثمانيه والتسعه هيبقوا موجودين على اللعيبه المحترفه اللي بتلعب في انديتها على محمد صلاح. بركه يا جامع، ده كده مش عايز اقول لك المنتخب عامل ازاي. ان شاء الله باذن الله اتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري والعناصر اللي تكون موجوده في المنتخب خلال الفتره الجايه، وجهازه معاهم بكل تاكيد، وكلنا مساندين وداعمين ليهم. نروح للنادي الاهلي بقى، للناس دلوقتي قاعده تتفرج تقول لك يا عم خش في الاهلي شويه. خش في الاهلي. الاول تتخيل الاسئله اللي جايه لك عباره عن ايه على الصفحات بتاع قناه الاهلي على السوشيال ميديا؟ لا انا ما تتخيل ايه الاسئله؟ ما اقدرش اتخيل. طيب خلاص، انا علمك ما كتبتش على الصفحه عندي وانا جاي. صفحتي عليها عدد كبير جدا. طبعا، بس قلت اسيب الطله كده لل طيب يعني البعض، الناس بتسالك على الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي. وبالمناسبه يا جماعه، اي خبر او اي معلومه هيقولها استاذ ايهاب هو مسؤول عنها طبعا، ملوش دعوه بالنادي الاهلي. ده هو مسؤول عن اجتهاده ومعلوماته، واكيد معلوماته كلها بتبقى جيده في الحقيقه، وصحفي كبير واعلامي كبير يعني. بص يا امير، احنا لما كنا الصفقات، ده اول سؤال عشان نختصر عدد كبير جدا من الاسئله. لما كنت انا هنا مذيع على قناه الاهلي بالذات في برنامج الخبر، كان عندي فقره اسمها فقره الاخبار الحصريه. صح، اطلع اقول الاخبار كلام ويقول لك الاهلي قال لهم يا جماعه، واطلع اقول يا جماعه، اطلع كده اقول يا جماعه اي خبر بقوله على عهدتنا. صح، انا كاهاب كراجل صحفي بجتهد. انا هنا موجود على شاشه قناه الاهلي، انما دي معلومه انا بجتهد كصحفي كاعلامي وبجيب لكم معلومه ممكن تتحمل تبقى صح وتبقى غلط، لكن هنتحاسب وهنشوف مين. طبعا، وعندما اتحدث، ودي كانت نقطه مهمه قوي، عن صفقه وقعت للنادي الاهلي تحديدا لما اعلن عنها، يبقى هذه الصفقه محصنه بالكامل. بمعنى ايه يعني؟ يعني ما بقولش صفقه لما هقولها هتبوظ، او ما بقولش صفقه لما ابدا اقول ان في كذا 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 الصفقه تلف وترجع اقول لك ده لما اتكلم بوظها. حريص جدا في الحاجات دي، وليا واقع هنا في قصه في كذا لاعب، بس كان اخره احمد حجازي. احمد حجازي قعدت شهر مش عارف امشي في الشارع ولا اتكلم والكذاب والناس بتقول وبتاع، وبرده كان معايا، كانش حد يتوقع ان احمد حجازي معايا زملاء يعني، يعني من ضمن الكوميديا طبعا زميلنا طبعا كابتن شادي محمد. انا طلعت الحلقه وقلت كذا، وقلت احمد حجازي في الاهلي وكلام اجتهاد، وقلت ده على مسؤوليتي انا، ما اعرفش يعني النادي الاهلي اكيد بيشتغل، بس انا بقول لكم كذا كذا. كانت صفقه اتحصنت تماما 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 تماما. قال لكم بصوا يا جماعه انا في المطبخ اهو، حجازي مش جاي خالص ومش عارف يعني كلام ده. هو كان في القناه ساعتها، كان في القناه ساعتها. بعدها سبحان الله الاستاذ محمود البط رئيس القناه في التويتر قال لي بقى لما شادي يطلع، قال لي هيجي امتى؟ قلت له يوم الثلاثاء ان شاء الله. قال لي طب شادي عنده حلقه الاربع كويس قوي، هنعمل لك مداخله معاه اول ما يظهر تخش له بقى على قلت له بلاش. فطلع الكابتن شادي اهلا بيكو معانا بقى الاستاذ ايهاب، كان انفرط. قلت له كان انفرط برضه يا كابتن شادي، انا عارف انت الحاجات الجميله دي الحمد لله يعني. طبعا طبعا، هي حاجه معروفه عنك في الحقيقه، فبالتالي اي حاجه انا عايز بقى الكلمتين دول بقى تاني لازم نقولها، ده اجتهاد مني وانا طبعا حريص على شاشه قناه الاهلي، لكن هقول كلمه واحده احنا النادي الاهلي مثلا عنده في انتقالات يناير مكانين هيستبدلهم. مكانين شيل اثنين بس مكانين عشان نبقى احنا واضحين، الصفقه اللي بتنتظرها جماهير الاهلي ويطلق عليها صفقه القرن في النادي الاهلي رسميا. صفقه قرن الاهلي بيبقى منتظر صفقه قرن يا استاذ ايهاب؟ لا اللي انا عايزين نوضح المعنى ده، الاهلي ما بيبقاش منتظر صفقه قرن، انما في نوع من الصفقات بيطلق عليه صفقه القرن. الاهلي لا ينتظر البعض يعني، الاهلي لا ينتظر صفقه قرن. صح، وحلو وذكي التوضيح ده منك. الاهلي لا ينتظر صفقه قرن، ولكن هناك بعض الصفقات في الرياضه المصريه يطلق عليها صفقه قرن. وبما ان مثل هذه الصفقات يطلق عليها صفقه القرن، فصفقه القرن التي تلقبها الجماهير بصفقه القرن وتتمنى ان تتواجد وتنور الجزيره موجوده في النادي الاهلي. والصفقه الثانيه في ثلاث مهاجمين معروضين،
مش هقول معروضين عشان لا نستبق الاحداث، بعد ما ترجع بعثه النادي الاهلي بالسلامه من تونس هيبقى في اجتماع مع فايلر ولجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب، هيحددوا فيها الحسم فيها. حلو. هذا هو موضوع الصفقات يا جماعه واللي بتسمعوه هنا مش صعب تسمعوه في اي حته ثانيه. جمله الشهيره بتاعت برنامج الخبر. طيب احمد قبو بيقول لك منور يا استاذ ايهاب، امتى نشوفك تاني على القناه؟ انا موجود اهو على القناه الحمد لله، وقناه النادي الاهلي دي بيتي. طبعا اكيد. وانا على فكره بالمناسبه فضل. عايز اشكر الاستاذ محمد العدل رئيس القناه. اكيد طبعا رئيس القناه، لانه بصراحه الراجل شغال في ظروف صعبه جدا وبيأدي بشكل اداء جيد جدا، وخير من يتولى القناه في هذا التوقيت. ويمكن في مره كنت موجود في مؤتمر بتاع فايلر، فطلبوا مني ان انا اتكلم، فقلت لهم استاذنوا بس من الاستاذ محمد وكده، فقالوا ده الاستاذ محمد اللي طالب انك تبقى موجود، لان بيقول لك ده بيتك في اي وقت، فانا لازم اشكره على الهوا فعلا فعلا طبعا، واقول له انا متشكر جدا جدا، وان يعني انت بتخلينا في بيتنا اللي احنا بنحب الموجودين. هو راجل بيعمل مجهودات عظيمه في الحقيقه في القناه، نتمنى له دايما كل التوفيق الدكتور محمد العدل رئيس قناه النادي الاهلي. محمد جمال بيقول لك بنحبك يا احسن ناقد رياضي. محمود هيكل بيقول لك امتى ترجع لقناه الاهلي، اتكلمنا فيها ان شاء الله. ربنا يوفقه دايما باذن الله، والجمهور دايما بيبقى حابب يا بوب بيشوفك يعني على قناه الاهلي بالتحديد. حاجه ان جمهور الاهلي وقناه الاهلي ليها فضل عليا كبير قوي 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 قوي. انا فاكر زمان لما كنا بنعمل برنامج اسمه البيت الكبير للاستاذ نصر القفاص، فبعد كام حلقه وعملنا شغل كبير قوي، كنت انا والدكتور عماد يوسف والاستاذ جمال طبعا الدكتور عماد في بقى شغل كبير قوي. فالاستاذ نصر قال لي ايهاب انا بقى عليا مسؤوليه كبيره. قلت له يا استاذ نصر؟ قال لي انا بمشي في الشارع حسيت ان انا لعيب قديم في النادي الاهلي. طبعا فدي قيمه جماهير النادي الاهلي الكبيره اللي في كل حته. صح صح. فاللي اديتهوني قناه الاهلي من حب وشهره وخير، مش لازم يكون خير مادي، انا مدين بيه طول العمر. يعني انا مدين باللي اديتهوني قناه الاهلي من شهره وخير وفرصه وعرفت بيها الناس، من معد لرئيس تحرير لمدير تحرير مراسل ضيف ثابت في ميديا سبورتس مذيع في قناه الاهلي، واول من اداني فرصه ان انا اطلع على الشاشه قناه النادي الاهلي الاستاذ مصطفى جمعه والاستاذ محمود البط واسامه الرشيدي. بص في حاجات لازم تسلم بيها كده، وفعلا بشكر الناس دي كلها، وبشكر الجمهور الاهلي اللي كل ما بيشوفني في كل حته، والحمد لله انا علاقتي حلوه بالجميع كلها طبعا، لكن يبقى جمهور الاهلي عندي في حته ثانيه. في واحد بيسالني سؤال خبيث شويه، بيقول انت انتمائك ايه؟ أنا انت ولا انا؟ انت. لا انا معروف، انتمائنا معروف، الموضوع محسوم، لكن في كل الاحوال في ناس بيبان عليها انتماءاتها يا جماعه، عشان برضو نعفي من الرد يعني. شوف لا 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 انا بص بقى انا اكتر واحد، ده السؤال ده جميل قوي تمام، اكتر واحد داخل قناه النادي الاهلي اتقال عليا زملكاوي. انا بقولها لك فعلا كتير من زملاء ومن مذيعين سابقين ومن ناس وفي كذا حته، لكن الردود كانت بتيجي في افعال. يعني صورك مثلا وانت في ملعب صغير وبتشجع وماسك علم، دي مش هتالفها. طب وجودك مع زمايلك الصحفيين في مش هتالفها. لكن ربما لما بتطلع محايد بشكل معين، وهي حاجه بتشرفني وبتبسطني، وان انتمائك ما يبانش في الكلام، دي حاجه بتعليك قدرا في قيمتك الاعلاميه. البعض ممكن ياخدها معاك انها حاجه مش ايجابيه، لكن انا بشوفها حاجه ايجابيه. اذا كانت البعض الايجابيه، انا انتمائي معروف ان انا اهلاوي بس كده. وعندما قبلت العمل في قناه النادي الاهلي من 8 9 سنين كده بالظبط في التاسيس، ان لم اكن اهلاوي ما كنتش هرضى اكون موجود في قناه بتحمل شعار الاهلي، وانا يعني مش تاكل اكل ما بتحبوش. صح كده، برافو. صح، لان مع احترامي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ومن نعمه ربنا عليا ان انا لا ابحث عن فلوس ولا ابحث، واموري الحمد لله كويسه بنعمه ربنا وهي بالقليل. يعني مش بقول اللي انا، لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ومرضي جدا جدا جدا. فلم ابحث في هذه الشغلانه بالذات على ان انا اروح مكان اتربح منه.